تواصل بعد الفاصل نكمل مع ضيف حلقتنا الدكتور حسين دشتي. دكتور، يمكن قبل الفاصل كنا تكلمنا وتكلمت عن ان الواحد الشكل الصحيح بالفطور نفسه ان الواحد يبدي بتمرتين ولبن، يعني يبدي بشغلات او حتى الشوربه بانواع معينه مثل الخضار او غيرها. طيب خلينا نتكلم تفصيل اكثر، او الشغلات الوجبات، شنو الوجبات اللي الواحد ياخذها، وخلينا نتكلم عن الفطور ايضا بشكل اللي بالنسبه للنشويات او الشغلات السكريات. السكريات شلون الواحد ممكن ياخذها؟ هل ممكن ياخذها خلال الاسبوع، ياخذها بشكل منتظم؟ يعني شنو يعني؟ يعني نبي نعرف ان الناس تاكل. يعني تبي تعرف؟ لا، الفكره اخوي نواف اني لما انا انظم الوجبه الغذائيه بخلي الشخص يشعر، هو يمكن اول يومين ثلاثه اربعه يضايق، يقول لي يا اخي انا عندي صفره عامره، فحسين دشتي جاي يخربط علينا. انا لا ما اخربط، انا اقول يا فلان اكل لك كل شيء، اكل كل شيء بحد المعقول، يعني اكل لك شيء وابيك تستفيد من اكلك. يعني انا لما تاخذ لك الجيمات او تاخذ لك هالحلويات ما فيها مواد غذائيه، انت فعلا تستلذ منه، هذا ما عليه غبار، ولكن صحيا ما قاعد تستفيد منه. انا اقول لك يعني هذه النقطه، اقول بدال اخذ لك حبتين ثلاث هم على مشكله، ما عندي مشكله، ولكن اخذ لك مثل شوربه، اشرب، حاول انت، لان طالع طول النهار مثلا انت مو شارب ماي، اخذ اشرب ماي، لتر ماي اشرب، بالعكس ماي جيد، وجعلنا من الماء كل شيء حي. انا اقول لك اخذ لك شوربه مثل ما تفضلت، شوربه خضار عندك، شوربه دياي عندك، انواع كثيره عندنا، ونشويات قليله صحيه. اخذ لك مثل ما تفضلت حبتين او ثلاث حبات او اربع حبات تمر، ما عليه غبار ابدا. اكل لك سلطه، يجيب لك سلطه وحط لك اربع كفايه زيت الزيتون، خلي شبعه يشبع ترى من حط الزيتون والسلطه الجميله اللي مسوين البيض، ما عندهم شغل الحريم، ها قاعدين وبس يقصقصون، ها حاطين لك الشوربه وهالسلطه وهالزيت الزيتون، خلطات حلوه، خلطات حلوه، استلذ منهم. عقب هذا تحب تاخذ الشاي، شاي الاخضر، اللي انا طبعا انصح الشاي الاخضر لانه اولا هالايام العلم اثبت انه ضد السرطان، ضد الاكسده، ضد الشيخوخه، ضد التهابات الفم، حتى المضمضه بشاي الاخضر نعمه ترى، احنا ما ندري محاسن الشاي الاخضر، ما يبي شاي الاخضر، الشاي الاحمر لا باس عليه. أنا زين في هالفتره يشعر بالنشاط ترى، اذا هالكميه ناكلها والله ما يتعب. احنا بس شو اللي تعبنا؟ لما نكثر من الحلويات، هذا اللي تعبنا مو الاكل ترى. بالنسبه حق السكريات الحين وايد ناس تعودوا، وخاصه بشهر رمضان، انه بعد الفطور بعد ما يخلصون يعديون ويحطون لك هالحلويات قدامهم وبكثره. اي والله، والشغله انه شغله صارت تعويد مع القهوه الحلو اي، بس ان الموضوع انه صار شغله تعويد، انه ودهم يبطلون لكن خلاص كثر ما تعودوا وما قاعد يقدرون يصدون ولا يبعدون نفسهم عن الحلويات. فهل في طريقه والله من الصعب اماني انك او شيء بديل، انك لن تهدي من احببت، يا ريت والله اقدر اهديهم، مصيبه ان تعودوا. احنا وفعلا كلام نواف يقول ياخذ له قهوه مره، ها يقول اخذ قطعه حلوه معه، ها ايش الحكي هذا؟ تناقض، يعطوه اي تناقض، ما ادري شلون، ما في وناسه ترى، ما في، بس على قولتش عاده فقط لا اكثر. انا اقول حتى لو ياخذ له شيء معين، يعني انا ما عندي مانع ياخذ له فلافل، ما عندي مانع، حار مسوي له حبتين ثلاثه، ولا ياخذ الحلويات، ما عندي ياخذ مثل ما قالت اماني سمبوسه او شيء، هم ما عندي مانع ياخذ برمضان، ولا ياخذ الحلويات، الحلويات افه والله افه يا جماعه، اسر البلاء، هالمطاعم يطلعون هالحلويات، ياكل لك مصيبه من تحط بحلجك ودك تاخذ صح. تلقائيا لا شعوريا تاكل، لو من توقفه ترى ما تحب تاخذه، وبيامعة الاهل يغصبونك بعد اكل حلو، إيه اكل حلو ويقصوا لك، يعني بدل ما يساعدونك خلوك تعيش يقصرون من عمرك ترى، الاهل هم اللي سبب يقصرون باعمارنا، ولا عمره 30 35 سنه شاب يموت بسكته قلبيه، وش سبب الحلويات الزهرمار اللي قاعد اكله؟ صح، يمكن دكتور هم يحبوننا ويخافون علينا، يمكن من هالحلقه يمكن راح يشوفون الشغلات او نوعيهم على شغلات يعني راح يستفيدون منها ويتجنبون الشغلات هذه في رمضان. يا ريت تتجنبون الشغلات هذه في رمضان. انا اقول يتجنبون كثرتها لان الحلويات طيبه عموما، يعني يا ريت يكون هذا كبرنامج صح. تثقيفي، خلى احنا عن نصائح، كلنا اهل، كلنا اخوان، كلنا عارفين بعضنا، يعني انا ما اعتبر نفسي قاعد اقول دكتور، قاعد اقول ان الوضع الاجتماعي وضعنا قاعد ياهلنا ان نمرض. هذا الكلام اللي اقول، الاكل اللي قاعد ناكله اوكي حلو، ولكن النتيجه شنو؟ هذه النقطه،
انا اقول اكل شيء اكل لك مشويات يا اخي، شو المشكله مشويات؟ انت تقول بسحور ما تحب مشويات، تحس بالعطش، اخذ لك فطورك مشويات، اخذ لك على كيفك، اخذ لك اللي تبي، تبي تكه كباب ريش مش عارف ايش ستيك، سلطه ربيان، سلطه تونه مثل ما تفضلتي انت قبل البرنامج كنا، سلطه سردين، مأكولات بحريه، اجبانك لك اشياء حلوه اكو، اخذ لك قطعه خبزه ما عليه غبار، هذا ما عليه السحور، خلاص خفف نفسك الحين، انت طلعت حرتك بالفطور، السحور كله شيء حلو، خفف شوي، خفف شوي عشان اول تنام صبح تقوم نشيط، عندك صح. نشاط رهيب، وعمليه حرق الدهون ترى تستفيد منه، حتى لو انا 40 جرام من النشويات استغلها واكله خلال الليل، بالنهار استفيد والجسم يبدا وتكون نشيط، نومك يتحسن، صبح تروح نشيط فعلا كانه مو صايم، وما تشعر بالجوع، صدقني ما راح تشعر بالجوع ابدا، ما تشعر في العطش، العطش تشعر عدل كلامك اذا انا اكثر من الحلويات، صح. صدقني اذا نوخر الحلويات ما راح تحس بعطش. انزين بالنسبه حق الفطور، انت قبل شوي قاعد تقول قلت لنا السلطه الشوربه وقبلها قلت ممكن تمره تمرتين او لبن، شنو هو النظام الغذائي الصحيح، يعني الوجبه الصحيحه برمضان؟ انت يعني ذكرت الشوربه وذكرت السلطه، هل هذه هي فقط؟ ماكو مين دش؟ ماكو وجبه رئيسيه؟ يا بنت قولي لي، يعني لحم دياي اكلي و... بابا انا قلت لك اخذي مشويات على كيفك، ايه انا قلت لك اخذي، تبين اسماك اخذي، تبين لحوم اخذي، يعني ابي شوربه ابي سلطه، انت تقدرين تاكلين، ترى حكي هم انا ما قاعد اقول انا ترى الاكلات الجيده ما ياكلونه، صدقيني ترى الواحد اللي قاعد برمضان ما ياكل هالكثر بقدر ما يطيح بالحلويات، هذا اسفل البلاء، اكل الجيد ما ياكلون ربعنا، تشريبه يمكن ياكل نص شو اسمه طاسه نص قول لي صحن، ها بس اللي ياكل اكل يحط عليه، يحط على الحلويات الجيمات ما شنو تعرف، ما انا ما اعرف شغلات جيمات وحلويات حلويات في المطاعم هاي اللي ويستغلون الناس في هالفرصه، انا الناس ما ياكلون اكل طيب، ترى اكلهم حتى شويه لو تلاحظ ترى، بس شنو اللي يخليهم الحلويات؟ انزين دكتور، هذه النقطه صارت ترى، انزين دكتور شنو تنصح الناس؟ يعني هل يسوون جدول معين كل يوم مثلا، يسوون وجبات معينه فيها شغلات متكامله؟ انا عندي راي، زين رايي على برنامج رايي، رأيي على رأيي، أوكي. زين أنا القصد منه أولاً أساس البرنامج، أنا ما أحب شيء اسمه النشويات، البرنامج الأساسي اللي أطبقه مع الناس قبل رمضان أقول لهم يا جماعة كل ما تقدرون تبتعدون عن النشويات، عن الحلويات، خلوا فترة